كرم من كرامات الصادقات، عايشتها عايشتها، ودايما بحكيها في كل المحافل لان انا شفتها. كنت حديثة عهد بالتزام، وكان عندنا كل اسابيع بقى الاخوات بتوع المسجد يعملوا ايه؟ الاسبوع ده اسبوع القران. هي الذباب عايزه تيجي تسمع، ما تروح اسمعي في مكان تاني يا بنتي. فجاء بنعمل اسبوع القران. اسبوع القران ده بقى يعملوا ايه؟ فضل الايات، فضل سوره التكاثر، الزلزله، من قرأ خواتيم الحشر، من قرأ خواتيم البقره في ليلتك فتاخر ايتين، وهكذا. وبعدين يتكلموا عن القران ويكونوا مجامع للحفظ. وبعدين اسبوع مثلا عن الاختلاط وحرمانيه الاختلاط والحدود، وازاي تتعاملي في جامعه وازاي تتعاملي في كذا، كنا في جامعه. وبعدين نعمل لوح بقى ومكتوب عليها بقى ومش عارفه ايه. نعمل اسبوع عن الحجاب، نجيب بقى الحجاب الشرعي والثانيه المخنوقه والمشنوقه والمزنوقه واللي لابسه ستريتش واللي مش عارفه عامله غصه وبتاع كده يعني. ولوح بقى وشعر ومشاهد وسكشا. كانت ليله، كانت ليله صراحه. وبعدين جم قفلوا المسجد. احنا كنا بنتجمع قبل صلاه الفجر نقعد ونعملوا الحاجات دي، وعشان ايه؟ نقول للبنات بقى قفلوا المسجد. هذا حسب لاختي، كنت حديثه انا عهد بالتزام يعني لسه ملتزمه جديد يعني، من اخت حاملة لكتاب الله، وقالت لي يلا تعالى بنصلي ركعتين قيام. صلينا فين؟ كان عندنا جنينه في المدينه الجامعيه كده، صلينا وراه. صلت بيها ركعتين، وبعدين قالت لي ده اسمه قيام الليل، اوعي تسمعي. وانا انا ونيت طلب حاجه ان ربنا يفتح لنا المسجد. الامر ده انا بحكي وانا شفته بعيد. انا واحده من الناس اللي بحب ايه؟ يعني الامور تكون واقعيه، بس تديني شغل وديني على ارض الواقع، سيبك من الكلام دفع. فجت واحنا معديين على باب المسجد مقفول بالقفل، فجت تقول له القفل ايه؟ تخاطب القفل اللي هو اللي قافل المسجد، يا قفل انت عبد من عباد الله، وانت خلق من خلق الله، واعلم انك تسبح، وما من شيء الا يسبح بحمد، ولكن لا تفقهون ايه؟ وانت بتسبح ازاي ترضى انك تقفل على المسجد وباب ربنا وبيت ربنا؟ ازاي كده؟ المفروض ما تقفلش. فانا طبعا ايه؟ يعني انا واحده لسه جايه، انا كنت بصلي ولا محجبه ولا نيله ولا اي حاجه، شايفه واحده بتكلم القفل كانه خاطر، حاجه كانت عجيبه بالنسبه لي، وسابته ومشيت. وبعد ما سابته ومشيت، انا دايما بحكي القصه دي لان مصر فيها جدا. فانا وقفت بتاع يعني فترة كده استوعب هي حصل ايه، وبعدين مسكت القفل كده لقيت القفل اتفتح في ايدي. يا تعالى المسجد انت، وفتحنا المسجد وقعدنا وعملنا اللوحات وكان وصلينا القيام ونادينا الناس وصلينا الفجر والاذكار بعد ما كنت هيصه. فبقول لها قالت لي اكتمي عني. قالت لي انا دعيت لكن ما اتفتحش في ايدي، فتح. قلت لها اتعدي اسكتي بقى، اسكتي اسكتي، تقولي ليش اتفتح في ايدي ما اتفتحش؟ انت اللي كلمتي الصادق وفتح له المغلق. وكرمات كرمات.